للمزيد من المتابعة ينضم إلي من موقع الحادث مفاد أون لايف زميل مينا مكرم. مينا أهلا بك. يعني قبل ساعة من الآن كنت تحدثت عن انفراجة إلى حد كبير في مسألة إزالة الحطام لديك في موقع الحادث. ما الجديد لديك؟ نعم رغدة، بالفعل بات المشهد أوضح وأفضل منذ لحظات قليلة، وحتى هذه الأثناء يتم إعادة ترتيب السيارات المتبقية من عربات القطار المتحطم لإعادة وضعها على سير خط السكك الحديدية للتمكن من الدفع بها لأحد المخازن القريبة حتى يتم عودة حركة سير القطارات بشكل طبيعي على السكك الحديدية بطول خطوطها باتجاه القاهرة الإسكندرية. كما تبدو في الخلفية ربما دقائق قليلة تفصلنا عن التحرك النهائي والفعلي للقطارات المتواجدة. هذه العربات التي لم يصبها يعني من التلف والضرر الكثير مما أدى إلى بقاء حالتها، كان بعضها خرج عن خطوط السكك الحديدية، ومن خلال الأوناش الثقيلة التي تبدو في الصورة تم إعادة وضعها على خطوط السكك الحديدية مرة أخرى وربطها بعضها ببعض حتى يتم سهولة تحركها من خلال الدفع بأحد الجرارات التي تم الدفع بها من أحد المخازن القريبة. وكما تبدو في الصورة خلفي بدأ المشهد يتضح بشكل أفضل عن الساعات الماضية التي تابعنا فيها إزالة الحطام. بالفعل تم إزالة كافة أجزاء الحطام من العربات الهالكة من هذا الحادث الأليم. منذ لحظات أيضا قليلة كان هناك في زيارة وتفقد آخر لمتابعة آخر تطورات المشهد هنا محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وأيضا وزير النقل كان منذ لحظات أيضا تابعا آخر التطورات في مشهد هذا الحادث الأليم لمتابعة التطورات، وأكدوا أنهم طوال هذا الليل سيكونوا في متابعة حية لمتابعة آخر التطورات. إليك رغدة. مين إذا لم يتبقى أي من المصابين الموجودين؟ يعني قبل عدة ساعات قليلة كنت تتحدث أنه كان هناك بعض المصابين وبعض الجثث التي يتم إخراجها من حطام هذا الموقع. إذن توقفت عمليات انتشال الجثث أو إنقاذ مصابين لديك؟ بالفعل رغدة، يعني كنا في انتظار وفي رصد لإذا ما تم إخراج أي من المصابين أو ضحايا أو أشلاء أخرى يعني تحت هذه الحطام التي تم استبعادها من خطوط السكك الحديدية الساعات القليلة، ولكن يعني لحسن الحظ لم يتم العثور على ضحايا آخرين سوى الذين تم الإعلان والإفصاح عن أعدادهم، والمصابين الذين تم نقلهم ما تبقى فقط هو حطام. يعني تأكد رجال الإسعاف وفرق الهلال الأحمر من عدم وجود أي مصابين أو ضحايا داخل هذه العربات. نعم. ومن ثم من خلال الأوناش الثقيلة وآلات الرفع الكبيرة تم الزج بها خارج إطار خطط أو سير السكك الحديدية. شكرا لك من موقع الحادثة، كنت معي مباشرة موفد أون لايف إلى هناك الزميل مينا مكرم، وبالتأكيد ستكون هناك متابعات متلاحقة.